الجدون. الاعتراف بالعجز. إذا كانت الثروات الطبيعية والعلوم الحديثة ومبدأ سباق التسلح مكنت الدول الكبار من إعداد معدات عسكرية تكفي لإبادة الحياة الأرضية ملايين المرات، وإذا كان تجويع الشعوب لتوفير المعدات العسكرية مشروعاً حسب مبدأ تنازع البقاء وطبق قوانين المجالس ذات الصلاحية، وإذا كانت مطامع الدول الصناعية القوية تدفعها إلى احتلال الدول الغنية بالمنتجات الأولية وفق مبدأ تنازع البقاء، فمن الطبيعي جداً أن يأتي الوقت الذي يتحرك فيه جنون بعض قادة العالم على إثر عصارات قوية، فتنطلق فيه جميع المعدات العسكرية للانقضاض على بعضها اتباعاً لفكرة الضربة القاضية، فتشتعل المدن الكبار لتتحول خلال دقائق إلى محارق لعشرات الملايين من البشر، وتنتشر في الأجواء سحب ذرية بحثاً عن بقايا البشر لإصابتها بالعاهات المخيفة، فتنفرط الحكومات وأجهزة الأمن والشرطة، ولا يبقى إنسان قادر على الحركة إلا ويكون مذعوراً قلقاً معطل المشاعر، لا يدري أيبكي أقرباءه الذين ماتوا قتلاً أو حرقاً، أم يواسي الآخرين الذين جرحوا وتشوهوا، أم يحمي نفسه من الغارات والمخاوف المتوقعة، أم يبحث عن القوت والسلاح والمال والمكان وسائر الأشياء التي قد تمد في حياته. هكذا يفقد كل إنسان توازنه وتتفاعل فيه المخاوف والمطامع، عالماً بأن أجهزة الحكومات قد تعطلت، فلا يحميه إلا نفسه ولا يعاقبه إلا نده، فيتحرك عشوائياً يقتل وينهب ويغتصب ويدمر، طاغياً خائفاً فيسود القطاعات البشرية المتبقية طوفان عارم من القلق والفوضى، ويصبح كل فرد ظالماً أو مظلوماً أو ظالماً ومظلوماً في آن واحد. في مثل هذه الأوضاع الموحشة القلقة التي قضت على ثلثي البشر وبقي الثلث الآخر بين الأنقاض والأشلاء والرماد يعاني الموت بالتقسيط، ينطلق صوت العدالة والسعادة فتمتصه المشاعر قبل الأذان وتصفق له القلوب قبل الأكف، والناس إذا أصيبوا يبحثون عن الملجأ مهما كان، فكيف إذا كانت الإصابة رهيبة كتلك والملجأ وديعا مثل هذا؟ في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب قرة للعيون.